بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أنبياء الله أجمعين. أما بعد، فإجابتي على تساؤلات البعض لماذا اسم الإمام المهدي غير موجود في الأثر سواء عند السنة أو الشيعة، وذلك لعدة أسباب. سأذكر البعض مما تعلمتها من بيانات الحق في القرآن الكريم. رسولنا محمد صلوات ربي عليه لم يسمي الإمام المهدي بغير اسم الصفة، أي المهدي المنتظر لا غير، ومن سماه بغير ذلك فقد كفر، بمعنى أنه من سوف يسمون المهدي من قبل ظهوره فسيكون أول كافر به، وذلك بسبب أنهم قد اعتقدوا بل وثبتوا عقيدتهم بأن الإمام المهدي سيكون اسمه كذا. لذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من سماه فقد كفر. وقال سيد المرسلي فيما يخص اسم الإمام المهدي: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطور الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أفضل بيتي يواطئ اسمه اسمي باسم أبيه، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. والتواطؤ يعرفه الجميع لغة أنه التوافق وليس التطابق، والحكمة من التواطؤ لكي يحمل الاسم الخبر وراية الأمر. ومن ثم أريد أن أعرف، هل اجتمع المسلمين جميعهم على اسم مهدي واحد؟ فطبعا لا. فأما الشيعة فقد سموا مهديهم بمحمد الحسن العسكري اليماني، فأين اليمن من السرداب؟ وكذلك يقولون السنة باسم مهديهم محمد بن عبد الله، وجميعهم مخطئون، لأن الاسم ليست حجة في من يكون المهدي، بل الحجة في سلطان العلم. فجميعنا المسلمين المتفرقين للأسف إلى مذاهب وطوائف وأحزاب متفقي جميعنا بأن خاتم النبيين اسمه محمد صلوات ربي عليه، بينما ذكره الله بأحمد تصديقا لقوله تعالى: مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. صدق الله العظيم. وكانت حجة النبي محمد ليست الاسم بل العلم في القرآن الكريم الذي ألجم به كل الافتراءات، هي كذلك حجة الإمام المهدي سلطان علمه في بيان القرآن الكريم، وما أحدا يجادله في القرآن الكريم إلا غلبه. وما جعلني أصدق بالإمام المهدي ناصر محمد اليماني، بل وأيقن أنه الإمام المهدي الحق من رب العالمين، إلا سلطان علمه الذي أتاه الله يبين لنا القرآن من القرآن من آية محكمة تهن أم الكتاب كما في نفس الله. ولا ننسى أن سلطان العلم هو الحكم منذ أن خلق الله الأرض، فقد جعل الله أبونا آدم المخلوق من تراب خليفة على من خلقهم الله من النور والنار بسبب سلطان علمه، وذلك جعل الله الرجل، وكذلك جعل الله الرجل الصالح في قصة موسى هو المعلم والقائد على كليم الله موسى بسبب سلطان علم الرجل الصالح. ولنا في قصة طالوت كذلك آية، وقد جعله الله هو الملك الذي زاده الله بسطة في العلم على نبي الله هارون وجميع بني إسرائيل، فجعله الله هو الملك عليهم تصديقا لقوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال. قال: إن الله أصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. إذن سلطان العلم هو الحجة وليست الحجة في الاسم، مع أن اسم الإمام المهدي واضح كوضوح الشمس في كبد النهار الناصر لدين محمد صلوات ربي عليهم أجمعين، والسلام على من اتبع الهدى.